اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه العدس هو البطل، العدس الاصفر الجميل من خير ارضنا، هنعمله شوربه النهارده. وانا بعشق شوربه العدس مع الشعريه، بس لها قواعد. ما ينفعش العدس يبقى تقيل والشعريه معاه، لازم العدس يكون خفيف، غير لما بنعمل العدس غموس او نعمله شوربه لوحده. انما لما الشعريه تشارك مع العدس بالتاكيد ليها مدرسه هنا، واحنا المصريين مدرسه العدس ومدرسه شوربه العدس في ايام الشتاء محدش بيتفوق علينا، احنا المتفوقين على العالم كله. معانا فراخ النهارده، الفراخ اللي معانا دي فخاد مخليه، هنعملها بالزبادي والثوم بطريقه جديده كده. هنعمل فراخ مشويه ازاي مع زبادي وثوم، لطيف وجميل، ونشوف مدرسه طبخ الزبادي او اللبن مع فراخ، اكيد لها مدرسه ولها طعم تاني. المفاجأة بقى معانا الرز النهارده بالخضار، هنعمله طاجن. طاجن الرز بالخضار ازاي ياخد طعم، تشكيله من الكوسه والجزر والفليفله والبصل والثوم وشويه حب. هيبقى طاجن رز بالخضار لطيف وجميل على السفره بتاعتنا مع شوربه العدس والفراخ. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه فيها شغل بجد وفيها افكار طهويه، ولكن خلونا نشوف ازاي بمطبخنا يكون بسيط وسهل باقل تكلفه ممكنه بالماتيريال اللي موجوده عندك في الثلاجه او اللي موجود في السوق. مش بكلفك حاجه، ولكن تقدري تجددي من مطبخك والسفره بتاعتك عشان تعجب ولادك واسرتك. خلينا نطلع فاصل صغير، تروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع العدس. ايام الشتاء اوعى تقولوا لي ما حدش بيشرب شوربه العدس، صغير او كبير. والعدس الميزه فيه ان احنا نشكل منه ونقدر نلون منه ونطلع منه افكار كتيره قوي دلوقتي مع الابداع الفني. ولكن قبل ما نبدا في شوربه العدس عايزين نعرف طبعا العدس وشوربه العدس ورز بالعدس وكشري العدس من الاكلات الموثقه والمدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه. في اي مكان في العالم هي مصريه واخده الشعار المصري. تعالوا شوفوا مقاديرها على الشاشه مع بعض. معانا بصل ومعانا ثوم ومعانا عدس، ومعانا البعض بيحب يضيف جزر مع شوربة العدس، ولكن أنا ضد إضافة أي فليفر سواء رز ولا جزر مع العدس. ومعانا بصل وتوم، ونشوف هنعملها مع بعض إزاي بطريقة لطيفة وجميلة. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، بحط فيها معلقة زيت صغيرة مع معلقة سمنة. ممكن تستغنى عن السمنة وتبقى شوربة العدس شوربة صيامي لإخواننا المسيحيين بمناسبة إن هم صايمين، اختياري. حطيتي معلقة سمنة ده اختياري حسب الرغبة، ولكن أنا من الناس اللي بيحبوا يساووا البصلة بتاعة شوربة العدس، ما تبقاش البصلة نية في ضمن الشوربة، يعني ما أحطش البصلاية نية مع الشوربة وهي بتتسلي أو مع العدس وهو بيتسلي. لازم أحمر البصلاية الأول بالشكل ده كده وأدورها في معلقة سمنة حلوة قبل ما أعرفها على العدس. وميزة الشوربة دي بتجمع ما بين بصلها وثومها وعدسها، ثلاث حاجات مهمين جدا من خير أرضنا مصر ام الدنيا. اهي ادي البصلايه في قلب السمنه البلدي بتتحمر وبتتشوح وتاخد الطعم بالشكل ده كده. هتقول يا شيف مغازي اي نعم انا بحب العدس، ولكن ليا مشكله مع جوزي، عنده مشكله مع الكولون، حماتي ماميته وهكذا. الكمون بيعالج مشاكل الكوليات، سواء عدس سواء فول سواء حمص سواء فاصوليا، كل فصيله البقوليات الكمون حبيبنا. الحصى بالذات لما ينطحن عندك في البيت الزيوت الطياره بتاعته والفليفر بتاعه بيضيع مشاكل البقوليات وبيريح الكولون في حاله تعرفها على البقوليات. ادي البصلات تتحمر كده في معلقه السمنه، انا ما كترتش لان احنا هنحمر شعريه في سمنه، فهنا نكتفي بالماده الدهنيه. البصلايه هنا تقريبا خدت لون. العدس بتاعنا بنغسله بالميه الساقعه كهرمانه، يتغسل بميه ساقعه وتصفيه. اشتريت كيس من السوبر ماركت، شوفي تاريخ الصلاحيه وبص عليه كويس. طبعا ما تجيبيش اللي متخزن بقاله فتره طويله. حطيناهم في الحله. نعرف البصل على العدس بالشكل ده كده. شفتي اهو، واسيبها شويه على النار كده في معلقه السمنه. البعض بيحب يضيف جزر، يحط رز. هنا في الحاله دي عايزين نعمل كميه بقى، فاضافه الرز والجزر هنا بيعمل ايه؟ كميه شوربه. ولكن انا هكتفي بالعدس والبصل والثوم. وشوربه العدس لازم تكون خفيفه في حاله اضافه الشعريه المحمره ليها. بعض الناس وبعض المدارس تحط الشعريه بدون تحمير،
والبعض يحمرها نص تحميره. طب ايه هما افضل يا شيفو؟ بتحب ايه؟ بحب الشعريه متحمره شويه في شويه سمنه، ويا سلام لو خدنا السمنه بتاعه تحميره الشعريه حطينا منها معلقه على العدس، اصبح خليط متجانس. ادي العدس مع البصل من غير توم، انا مش هحط توم دلوقتي. شفت الجو ده كده؟ زي الفل. معايا ميه بتغلي على النار، باخد منها كده. الله الله، الميه دي يعني زي الشوربه، حاطط فيها بصل، حاطط فيها فص ثوم، عود روزماري، عود زعتر، يعني مش ميه ميه يعني، مهيئها. وده بايدك انت على فكره. هنسيبها على النار كده تستوي، معاها وقت لسه، واحنا بدأنا بيها في بداية الحلقة علشان نكسب وقت. شايفة في حاجة هنا مش واخدة بالك؟ إن المية بتغلي، ومجرد ما حطيتها على العدس وهو متحمص مع البصلة بتغلي على طول. فينصحك في حالة إضافة الماء لشوربة العدس أو أي نوع شوربة تكون الشوربة دي بتغلي أو المية بتغلي على النار، يفضل علشان تكسبي وقت وما تقفيش في المطبخ كتير. براد الشاي، مية بتغلي على البوتاجاز، ايا كان. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن الخضار بالجبنه في الفرن مع بعض مقاديره على الشاشه. طاجن رز بالخضار، معانا رز مصري، معانا جزر، معانا كوسه، معانا بصل وتوم، شويه كزبره، شويه زعتر، معلقه سمنه، جبنه موزاريلا، معلقتين دقيق او ثلاث معالي دقيق مع الحليب والزبده. المقادير على الشاشه. طاجن الرز بالخضار، مش رز معمر بقى، ده رز بالخضار بمدرسة تانية خالص. مقاديره على الشاشة، بسيطة وسهلة. ولكن خلونا ناخد العدس يغلي على النار دي كده عشان نستغل النار واحنا واقفين مع بعض. يلا بينا. هنا معانا دي مخرجنا الجميل زي الفل، ناخد هنا الحلة دي عشان نعمل فيها الرز بالخضار. حلو قوي. معلقة زيت كالعادة، ودايما بستخدم معلقه زيت مع اضافه الزبده او السمنه. حلو. المقادير شفناها على الشاشه، كوسه، جزر، بصل، فلفل. تاخد البصلايه الحلوه دي كده. شفت انا بدات ازاي بالحاجه اللي بتاخد وقت كبير، حطيتها على النار ونسيتها، ده الطبيعي. معانا كوسة بنقطعها بالشكل ده كده. أنا عايز الخضار شخصيته تبقى قوية في الطاجن. تقدري تعمليه بالفريك أو بالبرغل، بس أنا عايز أضيف جبنة موزاريلا وشوية وايت صوص كده حلوين، فأنا استخدمت الرز المصري أفضلهم طبعًا. الجزرية بالشكل ده كده كمان نفس القصة. مهم جدا تقطيعة الخضار تبقى لطيفة وجميلة. هناخد الخضار ده يا عم الشيف مع بصل مع توم مع عود روزماري ونشوحهم في الحلة اللي بتسخن على النار. يلا بينا يلا بينا. شكلة خضار زي الفل. انا خدت زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بقى هنا. الله. ونشوحهم على النار وندورهم مع السمنه زي الفل يا عم الشيف. الصوره حلوه بالجزر، عود الروزماري الحلو ده كده معانا، ونقلب الحاجات الحلوه دي مع بعضيها. حلو. وانا شغال الخضار ده لازم يستوي تلات ارباع سوا تقريبا او نص سوا قبل ما انزل بالرز عليه بالشكل ده كده. بنزود الميه المغليه بتاعتنا عشان ناخد منها للرز. شفت انا بشتغل ازاي؟ في نفس الحل، واسيبهم يغلوا على النار. معانا فص توم حلو، بنقلب الحاجات الحلويات دي مع بعضيها. شفت ازاي؟ نبدا نحط البهارات بتاعتنا على الرز. فلفل اسود،
شويه ملح حلوين، شويه كركم حلوين، كل دي بهارات الرز. طاجن، لما اقول طاجن يعني فيه فليفر، يعني فيه توابل، يعني فيه شويه بهرجه. اهو صينيه طاجن، بس الطاجن طبعا افضل حاجه بيحب البهرجه. بهرجه جايه من مهرجه، يعني توابل كتير. نقلب كل ده مع بعضه. المطبخ هو واحد. انا فتحت باب التلاجة، الدرج بتاع التلاجة، ليه شوية جزر، شوية كوسة في جنب كده، ماشي. كيس عدس طلعته، شوية رز، كوباية رز غسلتها، معلقتين دي مع معلقة زبدة. دلوقتي هعمل شوية وايت صوص حلوين كده بالجبنة عشان نغلف بيهم الطاجن ده كده. ده الخضار على النار، الطبيعي ان انا هنزل عليهم مية. الله. اللي يهمني قبل ما اعمل الاكل تنظيم وقتك في المطبخ. عندنا اولاد في المدارس، عندنا جوزك ممكن يكون اجازه النهارده في البيت، ما تضيعيش وقفتك طول النهار في المطبخ. ليه؟ بالكتير تقفي ساعه، الشيف مغازي بيجي يقف ساعه، يقف انت ساعتين يا ستي، هسمح لك بساعتين في المطبخ، هتعملي المنيو اللي انا عملته ده. اخبار العدس ايه؟ بص على العدس، بص على الحلاوه. عايز شويه شوربه كمان؟ زي الفل. ونسيب كل حاجة تغلى على النار، ونستأذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف تكملتنا مع شوربة العدس بالشعرية الجميلة الحلوة دي، طاجن الرز بالخضار مع الجبنة والوايت صوص للأطفال الحلوين اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها وايت صوص، ونحببهم في الخضار. وطبعا ما تنسوش في حاجة مهمة جدا مع بعض، فراخ مشوية بالثوم والزبادي، دي مدرسة لوحديها. هنطلع فاصل صغير، تروحوا بعيد تبعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بعمل شوية وايت صوص بالدقيق والزبدة. طبيعي بنحمر الدقيق مع شوية زبدة ومعلقة سمنة، بننزل بالحليب، كامل الدسم، قليل الدسم، ده اختيارك. خلوهم على النار كده، توابل الوايت صوص، شوية فلفل مع شوية ملح مع شوية زعتر حلوين، لأن ده هينزل على وش الرز، ونسيبهم على النار ياخدوا القوام بتاعهم. حلو أوي. لغاية دلوقتي فاهمين الدنيا ماشية معانا إزاي. معانا الخضار بتاعنا على النار على وشك إن هو خلاص هننزل بالرز بتاعنا الحلو ده كده. ده كتير، دول كفايه قوي. ونسيبهم على النار يا عم الشيف. احنا بنظبط الرز هنا على قد عيار الخضار والسوائل اللي هي الشوربه. هتحتاج شويه كمان. بس خلاص. يفضل هنا الرز ما يكونش يبقى فيه سائل، عامل زي الريزوتو كده. مش هاخده طبعا مستوي جامد. هنسيبه على النار بالتوابل بتاعته مع الخضار يتحضر ويحل مع الخضار، ويتعرف على الشوربه بتاعت الكوسه والجزر والبصل والتوابل، ونسيبه على النار. اخبار العدس ايه؟ زي الفل، في طريقه للسوى. حبات العدس بتفتح زي الزهره، خاصه العدس المصري بتاعنا. العالم كله بيشهدني. معانا شعريه؟ حلو الكلام. هناخد الشعريه نحمرها هنا، انا من عشاق الشعريه مع العدس للامانه، وخاصه السمنه اللي متحمره فيها الشعريه. انت خليك جدع بقى، ما تزعلنيش منك. شغلنا كتير النهارده. ادي الشعريه بتتحمر، تاخد التحميره الحلوه دي كده، شغال الحمد لله، سمنه مقدوحه، بسيبها الشعريه معاها كده تتحمر. اخبار العدس على النار، والرز على النار، والدنيا زي الفل. شفت الشقاوه دي؟ اهو معانا الوايت صوص بتاعنا. حلو، تبلناه بالبهارات زي الفل. تعالوا مع بعض نخش للطبق بتاعنا الاساسي بقى، نتبل الفراخ
اللي هنعملها مشوية بالزبادي والثوم، مقاديرها على الشاشة. افخاد الفراخ او دبابيس فراخ مخلية من العظام، معانا زبادي ومعانا ثوم ومعانا كزبرة ومعانا معلقتين من النشا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ادي الفراخ، نبص عليها كده ولا يا شباب؟ انا معاك اهو، ثوم، زبادي، بقدونس، كزبرة، بهاراتنا بالشكل الحلو حضراتكم شايفينه ده كده. ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. فراخ مشوية بالزبادي والثوم، كل حاجة على النار وعلى عينك يا تاجر. وانا كل حاجة في وقتها. خلاص المقادير يا شباب، اشتغل. طيب هناخد الفراخ الحلوة دي كده، الله، دي يا اما انت تجيبيها بتشيل العظمة او الدبوس بسكينة صغيرة زي ما معانا كده، يا اما بتوصي الراجل الفرارجي او الجزار او المكان اللي بتجيب منه الفراخ يسحبها لك بالشكل ده كده، وده اختياري. هنتبلها شوية زعتر حلوين، شوية ثوم حلوين، عصرة ليمونة حلوة. دي الفراخ معانا جريلا بتسخن في الفرن، زيت زيتون. هنقلل التوابل لان دي هتتعمل بالزبادي، والزبادي ما يحبش توابل كتيرة. تمامه ثوم وكزبرة، ده زيت زيتون، ملح وفلفل. الالوان زي البابريكا والكركم مش مرغوب فيها مع الزبادي. كل حاجة على النار، والصورة الحلوة بتتكلم عن نفسها، رايحة جاية على البوتاجاز بتاعي. في شعرية بتتحمر في سمنة، في عدس بيستوي على النار مع بصلاية متحمرة في معلقة سمنة، في بقى كنز من الخضروات مع رز مصري مع فليفر وطعم، هيجمعهم طاجن دلوقتي مع وايت صوص وجبنة. الفراخ كده اتبلت زي الفل، ومعايا الجريلا بتاعتي بتسخن في قلب الفرن. تعالوا نكمل الرز نخلص منه عشان نوسع لنفسينا، عايزين النار، ده الطبيعي، وسع لنفسك كده. هنجيب الطاجن بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، طاجن حلو للتقديم، احمر ابيض ازاز زي ما انت عايزه. اخبار الرز، بص على الرز، بص على الحلاوه، بالله عليك شوف الشقاوه، بص اهو 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 الرز المصري اهو، لم الشمل ما بين الخضار والطعم والفليفر، شايفين الحلاوه دي؟ هو ده اهو اهو اهو. هناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، زي ما هو. يلا بينا، يلا بينا في الطاجن اهو يا حلاوه. بصل، ثوم، كوسه، جزر، زعتر، شيل الزعتر ده من هنا مش عايزه، خدت الطعم بتاعه والمراد منه، شكرا. الله، ايه الريحه الحلوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. زي ما هو كده ناخد الشعريه هنا، قصدي العدس هنا، على نار شديده. معانا وايت صوص، الاخبار ايه؟ ايه الحلاوه دي اهو. بص على الوايت صوص، بص على القوام، عايز شويه حليب تقل معايا، بنزوده شويه حليب، ده الطبيعي. نقلبه، بص على الحلاوة، هو ده اهو. طاجن رز فيه كل العناصر الغذائية، تدوري على بروتين هتلاقي، ألياف في الكوسة هتلاقي، معالجة الإمساك والقولون هتلاقي من الكوسة وألياف الكوسة، فيتامين سي في الجزر، رز كربوهيدرات نشويات، معادن في الرز المصري بتاعنا، بصل مش محتاجين نتكلم عنه. ده الوايت صوص بتاعنا، ياخد من البيضة واحدة، نرفعه من النار، نقلبها، ننزل بيها على الوش. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشقاوة دي؟ الله، ونسيب التفاصيل كده باينة
عشان مخرجنا بيحب التفاصيل. معانا جبنه موزاريلا ناخدها كده نسقطها على البشاميل ده كده. طاجن فيه كل العناصر الغذائيه، فيه الهرم الغذائي بمكوناته. درجه حراره الفرن عندي 180. يلا ندخله الفرن مع بعض. يلا بينا. رشه زعتر حلوه. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ اخبار الشعريه ايه؟ هو ده اهي. الله، العب. هو ده، شفت الشعريه ولونها وجمالها وحلاوتها؟ الله الله الله. شعريه 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 بتتحمر اهي اهي، فيها طعم السمنه البلدي اهي 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 اهي. العب. هو ده زي ما هي كده اهي. طبعا انا لو سبتها على النار هنا خلي بالك هتحصل مشكله كبيره. ايه هي المشكله يا عم الشيف؟ هتاخد لون. نقوم نعمل ايه بقى؟ شفت شقاوه المطبخ؟ بص على الشقاوه. هو ده هو ده اه هو ده هو ده اه بس خلاص اه هو ده اه. واسيبها على النار. العدس لسه جاي وقته اه بس خلاص. يلا بينا نروح الفرن. اللهم صل على النبي. ده في حاجة لطيفة هنا اهو في الفرن، في جريلا بتسخن وفي عيش بيتحمص للشوربة. اه المال الحلال ربنا مبارك فيه. والله أنا بفتح الفرن بالصدفة، مع إن قايل لعم ملاح فكرني. اه ده العيش. بص بقى، بص بص، هو ده هو ده اه ده شوربة العدس. أنا بعشق الخبز المحمص مع شوربة العدس، بعشقه. احط في الطبسيه بتاعتي كده ولا في البوله بتاعتي شويه العدس واحط عليهم شويه اتحمص كده علشان الشعريه اخد اللون بتاعه، لانه ده عيش بلدي، عيش الرده، ما هوش عيش ابيض، مش عيش فينو، خلي بالك. فده لونه، خلي بالك. يسالنا المخرج بتحب انت تحمصه كده؟ هناخد الطاجن بتاعنا دي الجريلا هنخليها هنا، وناخد الطاجن الحلو ده كده بتفاصيله بشويه الحب اللي فيه وندخله الفرن. طبعا اللي ما حضرش من البدايه، المكون الرئيسي للطاجن ده فيه تفاصيل كتيره، فيه خبره طهويه من بدايه تقطيع الخضار لغايه لما دورته مع سمنه بلدي وبصل وتوم، سبته يستوي مع شويه فليفر من التوابل، في الاخر نزلت بالرز المصري بتاعنا اللي هو البطل بتاع الطاجن ده. خلونا نقطع فاصل صغير ونرجع ازاي نقفل شوربه العدس بالشعريه، او بالاخر نقدمها معانا فراخ مشويه على الجريل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي مع الزبادي والثوم. نصيحه من شيف بيحبكم، اوعوا تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طبعا ايام امي رحمه الله عليها ومن زمن قريب يعني ما كانش فيه لاند ميكسر ده، ونعمل الشوربه بالشكل ده كده. معانا شعريه متحمره، فاكرينها؟ زي ما هي كده مستويه جاهزه. سويناها ازاي؟ والشعريه بتتحمر على النار في معلقه سمنه بلدي، دي المدرسه المغازيه بقى. خدنا من شوربه العدس حطيناها على الشعريه جاهزه بمعلقه السمنه اللي كان فيها الشعريه الله. وهو العدس يكون تقيل معاك؟ يا سلام، اللي هيشرب شويه شوربه من دولت هيدعي لي. فيهم بروتين نباتي، فيهم بروتين حيواني. جه منين البروتين الحيواني يا مغازي؟ من السمنه البلدي اللي حمرت فيها الشعريه واللي حمرت فيها البصله من البدايه خالص. ودي منتجات البان، يعني بروتين حيواني. اصبح ان الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه تناسب افراد الاسره، صغير وكبير حسب اعماره. دي جاهزه، هنخليها تاخد غلوه على النار. بعد ما تاخد الغلوه على النار خلينا نحط الايه؟ اللهم صل على النبي. نحط الجريلا بتاعتنا علشان نبدا نشوي الفراخ الحلوه دي اللي هنقدم معاها زبادي وتوم. يلا يا غالي، يلا ربنا ينصرك. حلو، يا الله. كان عمي إيهاب هنا دلوقتي.
ها؟ لا هيشتغل بإذن الله، مش هيزعلني. ربك بيكرم، شفت ازاي؟ أول ما قلت مش هيزعلني اشتغل. تعالوا مع بعض ناخد الشوربة دي على نار كده، يلا بينا ونجيب الجريلا بتاعتنا ونبص على الطاجن بالمرة. لا والله ابن حلال يا مغازي، تعالى بص تعالى بص تعالى وصلي على الحبيب قلبك يطيب. شوف الطاجن وشقاوة الطاجن في الفرن. بالله عليك تبص عليه. اللهم صل على النبي. طلعه ولا خليه؟ جاهز، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تدلعه لان ده تعبت عليه صراحة يعني. تعالوا مع بعض نقدم الخبز المحمص ده كده معاه، عدله وده اختياري، وناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه دي كده على جريلا سخنه، بس خلينا نغرف الشوربه عشان نوسع لنفسينا. شوربه العدس بالشعريه دي شوربتي المفضله. تشربي منها يوم واثنين وثلاثه، خلي بالك، ودايما خلاه. ايه يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد دي مع بعض الشوربه. شفت الشوربه وحلاوتها؟ الله. البعض بيحب يضيف توم، بس انا بصراحه التوم مع العدس مش مرغوب فيه طالما فيه شعريه للامانه. اذا شوربه العدس من غير شعريه نحط التوم. شوف طريقه الغرف ازاي. بالشكل ده كده. والباقي ترجعيه على التلاجه تسخنيه تاني يوم. تتسخن ازاي دي يا عم الشيف؟ نار هاديه خالص. العدس ما يسخنش على نار شديده لو بتسخنيه تاني يوم. كلنا بنحب ناكل الاكل تاني يوم، بيحلو على فكره. لما تيجي تسخن العدس ده تاني يوم على نار هاديه وتغطيه وفي الثلاجه. حلو الكلام. احنا كده كده العدس في ايام الشتاء ضيف متواجد دايما. الله، ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ شويه خبز كده من اللي اتحرق ده. بهزر انا. شويه بقدونس حلوين. اللهم صل على النبي. دي الشوربه. شوف الفراخ اخبارها ايه؟ اخبار الجريلا ايه؟ نشيل دي من هنا اللي مضايقاكم، وناخد الفراخ الحلوه مع رشه زيت حلوه على الجريلا بتاعتي. اللهم صل على النبي. وناخد الفراخ اللي متبله دي كده. دي مش تاخد وقت، دي في 5 دقايق خلصت. فراخ مسحبة، المسمى الطهوي بتاعها دجاج مسحب بالزبادي والثوم. بيت الأكلة دي المطبخ الشامي. يا حلاوة، هو ده. تعالوا نشوف الزبادي أخباره إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية زبادي حلوين كده معانا على طاسة كده على النار. خلينا هنا. حلو، ناخد الزبادي الحلو ده كده. بننزل على الزبادي ده ببيضة. احنا مع بعض كده السلة، عايزين نعمل حاجة جديدة. فص توم، قليل من النشا، والفراخ بتستوي. قليل من عصير الحامض، ونقلب نار هادية.
على الفراخ ما تستوي طلع معايا الزبادي بالثوم والليمون على نار هاديه بواسطه معلقه نشا عشان ما يقطعش مننا ويبرغل مننا ويبقى شكله لطيف. نشيل كل ده من هنا والفراخ بتتحمر. قليل من الكزبره الخضراء معانا. طبق التقديم فينو هو ده. اوف اوف اوف. يلا يستاهل. اخبار الفراخ ايه؟ زي الفل يا عم الشيف. اتحمصت مع زيت زيتون، عصرة حامض، والجريلا لازم تكون سخنة. بتشوي برجر، بتشوي فراخ، بتشوي لحمة، بتشوي كفتة، بتشوي ريش. يفضل النار تكون شديدة. علل ولماذا يا شيفنا؟ عشان نحافظ على السائل أو الجوسي اللي جوه حتة اللحمة أو حتة الفراخ. شفت احنا شغالين ازاي؟ الله. سيبها على النار متقلقش. شيل دي من هنا. نوسع لنفسنا. نشيل كل حاجة بقى. خلصنا. أنا والله جاي على بالي يعني في وقت أعمل حاجة لطيفة كده بما إن في عيش معايا. للأمانة يعني. معانا وقت قد إيه يا أستاذ رحاب؟ طبق كده يعني، طبق كده افتكاس. كام يا فندم؟ 6 دقايق. حلو. نعمة. يلا 5 دقايق. نعمة برضه. هعمل حاجة لطيفة كده واحنا شغالين مع بعض، بالتأكيد هتعجب حضراتكم. ايه هي؟ مش عارف بصراحة، محدش يسألني. خبط في الحلل، محدش يسألني غير لما اعملها. طاسة على النار فيها معلقة سمنة بالسلة يعني. حلو. معلقة السمنة دي عليها شوية ثوم وشوية كزبرة. الطبق ده لازم تعمليه النهاردة لجوزك. ثوم وكزبرة نسيبهم على النار. شوفي هعمل ايه دلوقتي حالا. التركاية دي ها تدعيلي. ناخد من بهريز الفراخ ده. الله عليك يا شيف. شفت المطبخ وحلاوته؟ شفت المطبخ وجماله؟ الله. يا ويلي يا ده. بنرجع الفراخ تاني للنار. وانا شغال كده. حلو؟ دول عايزهم انا. نجيب شوربة العدس اللي كانت معانا من شوية عشان نصلي على الحبيب وناخد دعوة حلوة. كل الأمهات اللي بيتابعوني ونعمل الحركة دي. ده عدس عينيا. لا الطبق ده ليك انت يا شفيق. طبق العشق. ده خبز محمص ها اللي ملاح حرقه. هناخد العدس ده على الخبز ده والحلويات اللي في الطاسة دي. ايه الحلويات دي؟ معرفش طلعت معايا ازاي للامانه. بهريز الفراخ المشويه، التومه وشويه البهارات نتيجه التحمير. شفت الحلاوه؟ طبعا ده مش في المكرر خالص، خلي بالك، ولا في النص. ناخد الحلويات دي والفراخ بتتحمر. الله. هتقولي لي ده ايه؟ معرفش. ده حب عشق. انا قلت لحضراتكم انا مريض مطبخ، المطبخ في دمي. بص ازاي، بص على الحلاوه. بالله عليك ما تضيع الفرصه دي. بالله عليك ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ وده على اللبن. هو ده المطبخ. ناخد الزبادي بتاعنا مع البيضة مع الكزبرة
نشيله من النار، ناخد الفراخ استوت، شفت شكل الفراخ وحلاوتها، الله، فراخ بتقرمش زي الايه؟ زي الفستق الحلبي تحت اسنانك. انا بحب على فكره دي تتعمل شيش طاووق او تتعمل مشوي. ناخدها زي ما هي كده، خرجنا الجميل تستاهل الحب. ناخد البهريز الحلو ده، نرفع دي من النار، ناخد البهريز الحلو ده كده، الله، تدعي لي برضو في الفراخ دي. ها ده زبادي مع بيض مع نشا مع شويه حب، هم مش عارف، بس المطبخ ده لما تحبيه هتلاقي نفسك كده عامل زي اللي قاعد على الاورج او على البيانو يعني، وبيعمل ايه؟ مقطوعه موسيقيه واخده حقوق الطبع له بس. خلي بالك الكلام اللي بقوله ده مهم جدا. مش لاقي نحط اغنيه كده على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب يقول لك الاغنيه دي المزيكا بتاعتها محظوره؟ هو نفس الكلام. لان ده ابداع، والابداع ينسب لمبدعه. الكلام ده لغوي صح الناس اللي بيسمعوني؟ حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه، فيها شويه حب، شويه دلع، فيهم شويه خفه دم مصريه. بنخش المطبخ بنعمل افكار بسيطه وسهله من نفس الماتيريال اللي موجود في الثلاجه، ما كلفتكيش حاجه. شوربه العدس بالشعريه، الطبق ده اسمه طبق الحب العشق، معانا طاجن لطيف بيجمع ما بين البروتين الحيواني والبروتين والخضروات والارياف وفيتامين سي، اللي هو طاجن الرز بالخضار والوايت صوص. الفراخ بقى بتتكلم عن نفسها بالزبادي والثوم. يعني رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.